الخير دكتور رشيد أميري، أهلا بك ومرحبا. صباح الخير، ومن خلالك أقول صباح الخير جميع المستمعين إذاعة الوطنية، ونتمناو يكون يوم سعيد للجميع إن شاء الله. ومفيد كذلك بمعلوماتك دكتور، وإحنا كنعرفو هاد الأيام هذه هي واحد التحضيرات مكثفة لشهر رمضان في تحفيظ الأغذية. طيب، هناك يعني واحد السؤال كيتطرح دائما، شنو هو الفرق ما بين التجميد والتتليج دكتور رشيد؟ نعم، مرة أخرى شكرا على الدواء، وتنبغي نشكرك على السؤال، لأنه دائما كنهضروا على المواد المجمدة، غالبا ما كنفرقوش بين المواد المثلجة والمواد المجمدة. نعم، على أنه هو كنختلفوا في طريقة ديال الحفظ على او الحفظ على المواد الغذائيه. اذا هو الاختلاف كيف درجه الحراره، درجه او درجه العفو، درجه البروده اللي تنوضعوا فيها. نعم، تنوضعوا فيها الاكل ملي تنوضعوا في واحد درجه الحراره اللي بين صفر وناقص 4 وناقص 6 وممكن يوصل حتى ناقص 8، كتكون مواد غير مجمده. ولكن ملي كتكون مثلجة، ولكن ملي كنوصلوها لأقل من 26 درجة كتولي مواد مجمدة. هذا هو الفرق. دونك كونجلي اسمح لي كتشي لي كلمات بعض المرات. إذا مجمدة ومثلجة، طيب مجمدة ومثلجة، يعني في الدرجة. هذا هو الفرق في درجة الحرارة. وثم كاين بعض المواد اللي نقدروا نثلجوها، وكاين بعض المواد اللي ما نقدروش نثلجوها. ثم تنعرفوا بعد ما معنى التجميد او التلكليج بحد ذاته. هو ديك القطرات الماء اللي موجوده في الاكل كتهبط درجه الحراره وتدوز من السائل الى المجمد او الى المثلج. هذا هو المفهوم الصحيح. هي المساله اللي بغيت نعطي المستمعين الكرام بعد بعد المعلومات في هذا المواد. نعم، المواد ملي هذيك القطرات الماء اللي فيه لداخل كتجمد او كتثلج كتخسر النتيجه ديال الماده الاساس. نعم، هذا مثال مهم. نعطي واحد المثال بسيط، مثلا الفراولة. الفريز، شوف ملي كنكونوا دايرينها في الثلاجه شكل، ولكن الا درنا تجمدناها الوقت اللي كنبغي نستعملوها وكنكونوا حاطينها في واحد الصحن، كيخرج ديك المواد الحمراء كامله والشكل ديالها ما تيبقاش قاصح شويه، كيرطاب اكثر من هذا، كيولي مهل شويه. اذا شنو تيعني على ان النسيج ديال الماده ديال الفريز، النسيج ديال الحمار الفريز، هذاك النسيج ديالو. نعم، هذاك النسيج ما بقاش مزيان. اذا غير النسيج، اما يعني المكونات او القيمه الغذائيه ديالها كتبقى هي ولا حتى هي كتخسرها دكتور؟ احنا غادي نجيو شنو احنا بغينا نجمدوا، حيت ماشي جميع المواد تتجمد. نعم، وماشي جميع المواد الى مجموعه شكل مقطع شكل اخر. مثلا عندي واحد الفاكهه معينه وبغيت نجمدها. ايه، مثلا ناخذ تفاح، كاين الفرق الا بغيت نجمدها هي مجموعه ولا شديتها قطعتها وبغيت نجمدها. هنا كتختلف، هنا كتختلف، حيت هذيك القشره ديالها كتحميها. اذا هنا باش نوصل المستمعين كل يوم على انتو ماشي جميع المواد ممكن نثلجوها وماشي جميع المواد ممكن نجمدوها. مساله مهمه جدا. ثم عمليه ديال التثليج غالبا ما كتكون عمليه صناعيه. راه معناها الى الماده عندي في الثلاجه في البيت ديالي ووصلت لعمليه التثليج، راه ماشي مزيان. ماشي مزيانه التثليج، تيكون صناعي. نعم، غالبا ما تيكون مواد ماده الازوت بغاز الازوت. نعم، يكونش عن طريق كنبرد درجه الحراره. هنا باش بغيت نسالين نعرفوا علاش ملي كنمشي بعض المرات نشري واحد الماده الغذائيه من واحد المساحه كبيره، راه تما كاين ما هو مثلج وفيها ما هو مجمد. نعرفها نعرفها حيت الطريقه اولا ديال باش ناخذها من المساحه الكبيره الى البيت ديالك تختلف بين ماده مجمده وبين ماده مثلجه. هذيك الماده المجمده ممكن مثلا في واحد الدرجه عاديه، مثلا صفر درجه او 4 درجه، حتى نوصل للدار في واحد المده ديال 5 دقائق او 10 دقائق، ولكن الماده المثلجه ما تصلح لهاش تبقى هذه المده. نعم، وهذه مسائل اللي ممكن نهضروا عليها بعد
باش نحلوا الموضوع الاساسي اللي بغينا ندخلوا ليه مباشره ان شاء الله. هو الطريقه الصحيه اللي غنتكلموا عليها والسليمه في تجميد الاغذيه. طيب حنا غنتكلموا اليوم على الخضر والفواكه، غدا ان شاء الله نخليو اللحوم البيضاء والحمراء. طيب شنو هي الطريقه السليمه والصحيه يعني في تجميد هاد الاغذيه؟ ألور بالنسبة للخضر، نعم بالنسبة للخضر أحسن طريقة هو ما يطلق عليها باللغة الفرنسية البلونشيمون دو ليغوم باللغة الفرنسية. بلونشيمون بالعربية ما نقدروا نقولوا إلا التبييض، ولأن كلمة التبييض عند الناحية الاقتصادية عندها شكل آخر وعندها مفهوم آخر. خليه إحنا في الماكلة الخضر ما غاديش نستعملوا الضمير المستفز بلونشيمون. نقولوا إحنا الآن تنهضروا على التبييض كيف؟ لا معنى هاد البلونشيمون ديال الخضر، مثلا انا عندي جلدانه مثلا رمضان قريب ان شاء الله، ربما غنستغل انا وياك الفرصه باش تكون اول المباركين المستجدين في رمضان. مبروك عليهم عواشر، ونحتفظوا بهذ الخاصيه لان احنا اللي غادي نبداو بشهر مبارك سعيد ان شاء الله. جلدانه اش كندير؟ النساء ملي كتكون تعمل او باش نوقف عليا الشغل لرمضان تمشي الجلدانه تنقشرها تلقى الحبيبات. اييه شنو تندير؟ احسن طريقه باش نجمدها في الدار تنشد ناخذ واحد كاترول ولا طنجره. اييه نحطها فوق البوطه كتغلي طيب شويه، وتنحط واحد الطنجره حداها فيها الماء في الثلج ماشي غير بارد. راه بعض النساء تيديروا الماء بارد، لا يكون ماء مثلج يعني بارد. فيه لي كلاصون في الثلج، كنشد واحد الطنجره كندير فيها الماء وندير فيها لي كلاصون. تناخذ ديك الجلدانه ندير ديك الطنجره كتغلي، كنحط ديك الجلدانه ديك الطنجره دقيقه حتى لدقيقتين باش توصل دقيقه. هو من الاحسن هي دقيقه او دقيقه ونص. والماء كنغلي قبل. الماء مغلي. طيب. ندير مثلا واحد الشبيكه، ندير في هذيك الجلدانه ديالي، كنحطها في ذاك الماء مغلى. دقيقه او دقيقه ونص، كنهزها كنكثرها وتنحطها في الماء المثلج. مباشره ما كنخليش اكثر من دقيقه. كنحطها في الماء المثلج، من بعد تنصفيها وتنديرها في بعض البلاستيك. اللي خاص الجميد تحفيز عاود ماشي اي بلاستيك. ممكن يقبل البلاستيك، يقبل الثلاجه العاديه يعني درجه الحراره بين صفر الى 4 درجات، ولكن اقل المجمد لا. فالجميد لا، تخصني يكون عندي واحد بلاستيك خاص او واحد ميكا، كاين اما دي بواط اما ميكا كندير فيها الماده ديالي، وهنا ممكن نحصل ذات الثلاجه. هذا كيبقى شحال المده هذا العمليه ديال تبييض الخضار؟ ممكن جلبانه، ممكن خيزو، ممكن نفس المواد الغذائيه العاديه الا البطاطس كنحاول نتفاداها حيت كتبقى عندنا بروكسيداسيون احسن لا، يعني ماشي جميع الخضار ممكن كتسري لي هذه العمليه. اذا هذه العمليه كنديرها ونحطها في المجمد ديالي، كيبقى عندي واحد المده يمكن يمشي حتى 6 شهور بالنسبه للخضار. كنفضل علينا ما تبقاش في المجمد 6 شهور، وهنا ممكن نعطي لك المواد اللي ممكن نخليها في المجمد ديالي وشحال ممكن. مثلا الخضار ما خصنيش تفوت اكثر من 6 اشهر في المجمد. واحد المساله اخرى كنديرها واحد المساله ترتيبيه وتنظيميه، انا ملي تنديرها في ديك البلاستيكه تندير واحد الاتيكات واحد الورقه وتنكتب عليها الماده وتنكتب عليها اشمن نهار انا جمدتها باش نبغي نستعملها. بعض المرات اش كنضطروا نجبد واحد البواطه ونفتحها ونشوف اشنو المواد اللي فيها. الاحسن تكون واحد الاتيكات كندير فيها اسم الماده والتاريخ اللي وضعت فيه هذه الماده، وفي التالي انا كيكون عندي المفهوم. او كنمشي للانترنت ونشوف هذه الماده مثلا جلبانه شحال المده تجبد، كنكتبها كنقول حطيتها مثلا اليوم 5/2016 ما خصنيش نفوت مثلا شهر 12 ما نفوتش 27/12 كنكتب عليها باش انا كتكون عندي واحد المساله تنظيميه. نعم انا عطيو مثال اخر، يعني مطيشه اليوم اذا كانت رخيصه كنعرفوا المراه المغربيه كتشري وكتسلقها كطحنها وكديرها في الثلاجه ولا في المجمد عفوا. هنا المطيشه عندها عاود خاصيه واحده اخرى، هو جميع الخضر من الاحسن ما نقطعهاش فيها. هنا مطيشه انا كنفضل على انه ما نطحنهاش، كنفضلو تاني نشدها نقشرها أو نخليها بقشورة، بالأحسن نخليها بقشورها، نقطع على 2 أو 3، ندير لها العملية التبييض ونديرها في بلاستيكة ونحطها، من الأحسن ما نطحنهاش. إذا جميع المواد اللي كتطحن ما تيبقاش المفعول ديالها
جيد جدا، وبالتالي كتفقد واحد المجموعه من المميزات ديالها خصوصا فيما يتعلق بالفيتامينات والمواد الاملاح المعدنيه. يعني بالاحسن ما نستناش من احسن قطع طريفات وندير هذه العمليه ديال تطهير الخضره ديالي ونحطها من جديد. اللوبيا كذلك، اللوبيا نفس الطريقه حتى هي، اللوبيا نفس الطريقه كنقطع هذوك الطويلات، كنقطع الشوكات كتبقى طريفات طويله، فندير نفس عمليه تطهير اللوبيا حتى هي دقيقه ولا جوج في الماء مغلي وكنوضعوها في الماء. ما كاينش مشكل. بعض الخضر بعض الفواكه ممكن حتى هي على مثلا التفاح من الاحسن، لا من الاحسن لا، ولكن بعض الخضر اخرى ممكن ممكن نديرها في المجمد ديالي بدون اشكال، ولكن بلا ما ندوز الى التثليج. مرات راه كيوصل الخضره ديالي او الفاكهه ديالي من الثلاجه، من الاحسن ما تثلجش، حيت كتثلج هذيك المواد، هذيك القطرات الماء اللي لداخل كتثلج بزاف، وبالتالي كتخسر لي الناتج. اذا هذا كيعتمد على البرمجه ديال الكونجيلاتور دكتور. تماما. واش انا كنحلو واحد المساله كذلك، ما نكونش من الناس اللي كنحل وتنسد خصوصا المغلي هو حتى الثلاجه. علاش ولينا كنقولوا الان وهذه مده كنقولوا منين بغي نخزن الماده في الثلاجه؟ هذا ماشي مغلي، دائما نحاول نديرها في بعض العلب، ما نديرهاش مباشره. مثلا واحد الصحن تنحطو اولا شي حاجه، من الاحسن نديرها في واحد العلبه تكون مغلوقه، وحتى يندير في ليتيكات ديالها ونحطها في المكان ديالها، مع العلم على ان كذلك الثلاجه راه فيها واحد درجه بروده، ماشي نفس الثلاجه فيها نفس درجه البروده كامله، راه لتحت كيكون درجه البروده مختلفه على الوسط ومختلفه على الفوق، مختلفه على درجه البروده اللي موجوده في الباب، لان هذه المسائل كلها خصني ناخذ في الاعتبار. طيب بغيت واحد كذلك معلومة أخرى، كاين تحفيظ كذلك ديال الخبز، ديال الملاوي، ديال الحرشة، شنو رأيك دكتور في المسألة هذه؟ أنا بالنسبة للخبز، بالنسبة للخبز اللي مهم مثلا عجبته من الفران، عجبته من الفران، من الأحسن تلويه زيت حياتي اللي نزع كلهم تعرفوا زيت حياتي، زيت حياتي كنلويه زيت حياتي ونديرو واحد البلاستيكة خاصة، وممكن نحطه في المجمد، ولكن ما يفوتش أكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر على فترة تقدير. كلها كتسري هذه العملية على المعجنات؟ كتسري، لا كتسري، لا المعجنات تقريبا كاملة، ممكن نديرو نفس الطريقة، نديرو في واحد زيت حياتي وكندير في واحد البلاستيكة، أو نديرها مباشرة في البلاستيكة. علاش نقول كتزيد حياتي؟ حيت الخبز يكون مازال طري شوية، تحتفظ على الطراوة ديالو. نعم نعم. طيب مسألة أخرى، واحد مسألة أخرى دابا نجيو من اللي نبغيو نستعملها، ما عرفتش نهضروا الموضوع الآن أو نخلوه للحلقة المقبلة، كيفاش نستعمل المادة المجمدة أو المادة المثلجة؟ نخليو ان شاء الله الحصه اخرى باذن الله. دكتور رشيد اميري، غدا ان شاء الله تحفيظ اللحوم البيضاء والحمراء والاسماك كذلك، لنا لقاء، الى اللقاء.